أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع موضوع من أهم الموضوعات التي تشغل بال كثير من المسلمين اليوم، وهو موضوع التنصير وخاصة داخل العالم الإسلامي الممتد. ونناقش هذا الموضوع مع الأخت الداعية الإسلامية المعروفة ربا قعوار، وهي من المتخصصين في مقارنة الأديان، ولها قناة متخصصة في هذا الشأن على يوتيوب يتابعها أكثر من 50,000 متابع، ولها كتاب حول التنصير كشفت فيه أسرارا كثيرة حول التنصير والمنصرين، وهذا الكتاب هو موضوع مناقشة اليوم. ولعل خلفيتها كمسيحية سابقة عملت كمعلمة داخل الكنيسة جعلتها على علاقة وثيقة بهذا الموضوع، فنرحب بها ونقول أهلا أخت ربا ومرحبا بكم في هذا اللقاء. حياكم الله، جزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم، أهلا وسهلا بكم وبجمهوركم الكريم. شكرا لحضرتك، ونسعد بمناقشة هذا الكتاب الخطير الذي يتعلق بمسألة للأسف الشديد يعني هناك قلة اهتمام بها، وهي مسألة التنصير. ولعلي قبل أن أدخل في أسئلة النقاش أسأل حول يعني نبذة مختصرة عن هذا الكتاب، نريد منكم نبذة مختصرة عن كتاب دليل التنصير. إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكر قناتكم الموقرة لإتاحة الفرصة للتواصل مع جمهوركم الكريم. بالنسبة لكتاب دليل التنصير، فأنا أعتبره يعني محاولة جيدة لسد ثغرة تعاني منها الأمة الإسلامية اليوم، وهي توفير المعلومات حول عملية التنصير. الكتاب عبارة عن كل حصيلتي من الدراسة النظرية وخبرتي العملية مع الكنيسة الإنجيلية والمؤسسة التنصيرية، وقد أسميته دليل التنصير لأنه عبارة عن دليل كامل لكل من يريد أن يعرف كل شيء عن التنصير، وقد قسمته إلى 9 فصول. في الفصل الأول تحدثت عن معتقدات الطائفة الإنجيلية وكيفية توظيف هذه المعتقدات من أجل التنصير، وفي نهاية الفصل بينت مواصفات المنصر وكيفية إعداده. أما في الفصل الثاني فقد رددت على هذه المعتقدات الباطلة وبينت وجه الحق فيها. وفي الفصل الثالث تحدثت فيه عن تاريخ التنصير منذ عهد السيد المسيح عليه أفضل الصلاة والسلام وحتى اليوم. وبالنسبة للفصل الرابع فقد أدرجت فيه الهيكل التنظيمي للمؤسسات التنصيرية، وتحدثت بشكل خاص عن المعمدانية الجنوبية وعناصرها كنموذج، وقد خصصت في هذا الفصل قسما خاصا لأتكلم فيه بالتفصيل عن الأموال الطائلة التي تنفق من قبل هذه المؤسسات وكيفية جمعها. أما في الفصلين الخامس والسادس فقد تحدثت عن طريقة وآليات عمل المنصرين في أمريكا الشمالية وفي عالمنا الإسلامي. وفي الفصل السابع تحدثت عن رؤية المؤسسات التنصيرية لمستقبل التنصير والمشاكل والصعوبات التي يواجهها المنصرون، وقد خصصت جزءاً كبيراً من هذا الفصل لأتحدث عن الأبعاد الجيودينية والجيوسياسية للتنصير، وبينت خطورتها على منطقتنا العربية وعالمنا الإسلامي بشكل خاص. في الفصل الثامن أوضحت للقارئ مخاطر وجود المنصرين في مجتمعاتنا العربية والإسلامية، وأخيراً وفي الفصل التاسع قدمت بعض الحلول المقترحة لحماية أبناء أمتنا العربية والإسلامية مسلمين ومسيحيين من هذه الحملات الهدامة،
وأسأل الله الإخلاص في القول والعمل، وأسأله تعالى أن يوفقني ويوفقكم لما يحبه ويرضاه. جزاكم الله خيرا.